يشتهر العراق بالعديد من أطباق الطعام الوطنية المختلفة. سمك المزقوف هو السمك المشوي على طريقة البغدادية، حيث يجلب السمك أو يقوم الصياد بجلب السمك المصطاد حديثا ويشقه من جهة الظهر على طول السمكة لغاية رأسها، فتفتح ثم تخرج أحشاء السمكة ويشق في جلد السمكة فتحتين أو ثلاث لمكان تعليق الأوتاد. لنرى التفاصيل. تناقلت كتب التاريخ أسماء كثيرة عن المطبخ العراقي، والتي من أهمها مطبخ ما بين الرافدين، ويعود السبب في ذلك إلى كثرة القبائل التي مرت على العراق والتي أدت إلى ترك بصمة بها على طريقة الأطباق التي تخرج من المطبخ العراقي. ومن أشهر الأطباق التي انتشر صيتها طبق السمك المسقوف. السقف البغدادي وشنو الطعم البي وشنو النكهة البي، يعني حسب النكهات يصير بطعم السمك، حسب الحطب، حسب الترتيب، حسب السقف الزين التكسيب. فأكو نوعية ثانية هو الطباقة، يعني الطباقة مو مثل السقف الكل تعرفه، فالطباقة مو مثل السقف العراقي. يعتبر سمك المسقوف من الأطباق الوطنية، هو السمك المشوي على الطريقة العراقية، حيث يجلب السمك المصطاد حديثا ويشق من جهة الظهر على طول السمكة لغاية رأسها فتفتح ثم تخرج أحشاؤها ويشق في جلد السمكة فتحتان أو ثلاثة لمكان تعليق الأوتاد. ورغم الجو الحار العالم جاي تشتهي سمك وتجي لين العراقي ثلاثة أرباع، يعني يشتهي هذا الشغلة ويشتهي هذا الأكل، أكلة السمك مفضلة عند العراقي. وبعد إشعال نار من خشب الصفصاف على شكل دائري ووضع أوتاد من الخشب الرفيع بارتفاع يعادل عرض السمكة على المحيط الخارجي للنار على الأوتاد ليشوى على النار وهي بعيدة عنه. طريقة الشوي اللي هي شوي بالتنور، يعني تكون طريقة أسلس وأحسن وأسهل وأرتب وأطيب، تكون السمكة يعني من تطلع من الشوي. ويقدم السمك المشوي مع أنواع السلطات المختلفة والعنبة العراقية الحارة والمخلل والبصل الأخضر وخبز التنور الحار كما، ويؤكل المسقوف باليد بدون شوكة وسكين، ويستحسن ختام الطبق بكوب من الشاي.